أواعي، لأن لو ما فيش الصفات دي كلها موجودة مش هقول ولا كلمة. فلازم أبقى تكون مفتقد الذهن على طول، كل مستنفر كل حواسك، وإلا لو هسه كده هضيع، لأنها متمكنة ونرف وشربة ومسرح من رجليها لشعرها، فلازم الواحد يبقى صاحي معاها عشان يقدر يسد قصادها. أعد اكتشاف نفسك فنيا في ريا وسكينة، وأعاد الجمهور اكتشاف إمكانياتك الكوميدية. رح نرجع بعد قليل مع الأستاذ أحمد بدير، نلتقي. يعني ابني اتخطف مني قدام عينيا وانا غفلان؟ وبعدين معاك يا بدر، ضمك هتخطف ابنك شبل برضه؟ وبعدين كده بيني وبينك احسن لك واحسن له، لو وحشك سواد الليل يبقى في حضنك ويرجع تاني، مش احسن ما بعد كده تشوفه لا مؤاخذه باذن من البوليس كمان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. والى صباح يعني هتسكت؟ ما هتبلغ الحكومه وهتقول ان ابنها اتخطف؟ هو معقولة احنا هنخطف ابننا برضو؟ ده كلام؟ احنا بقى هنقول ان الواد هو راجع من المدرسة حد خطفه وتاه ونتهم صباح؟ انت يا سعداوي اللي شرط الشورى دي صح؟ ويمين الله انا ما اعرف اي حاجة عني. امك لما اخذة كانت بتفكر حد يفكر لها او تسمع كلامي او كلامك؟ ده كلام هاي؟ ده بتقولك ايه؟ تروح البوليس وتعمل محضر ان صباح خطفت الواد؟ لا يصدق ودايما امي تعمل كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقفنا امام المدارس وصنفت كل تجربه اشتغلت معها بانها مدرسه. اذا كان لكل فنان كوميدي مدرسه، واحيانا كل فنان يعني هو نفسه مدرسه، ما هي المدرسه التي جئت منها احمد بدير؟ ما الفرق بينك وبين هذه المدارس، الجيل القديم والحديث؟ يعني تصنف نفسك يعني بزي. انا الحقيقه عشان بدات من وانا طفل وغاوي تمثيل وبحب التمثيل، ما كنتش اعرف ان انا هعرف امثل كوميدي، بس عجبني نجيب الريحاني لما كنت اشوف افلامه، عجبني ازاي انه بيضحك وازاي بيبكي. فانا حبيت لو انا عايز امثل كوميدي يبقى لازم من سكه نجيب الريحاني، اللي هو يبقى متاثر وحزين والناس بتضحك عليه، او يعني هو الكوميديا اللي فيها مشاعر وفيها احاسيس، مش مجرد يعني انا مش فرصير. يعني ببكي من شفافيه الكوميديا اللي يعني انا ما اقدرش اطلع على المسرح من غير نص جيد اضحك، ابقى وحش جدا. في ناس عندها القدره دي، يعني في ناس عندها الارتجال ده عاليه فيه جدا، وممكن من غير ورقه هيطلع المسرح هيكسر الدنيا. انا لا، انا زي ما كانش حاجه مكتوبه ما اعرفش اضحك، انا اضيف بقى على اللي مكتوب ده لما يبقى الشخصيه مكتوبه كويس، والاضافه اللي بضيفها بتبقى نابعه من الشخصيه، حتى لو ضحكت بتبقى نابعه من الشخصيه، ما بتبقاش دخيله. نعم. طيب اكيد ملامح او سمات هذه المدرسه او الكاركتر اللي نقول عنه الكوميدي اللي خلق احمد بدير على المسرح، خذت ملامحها من عده تجارب. راح نروح للمسرحيات، واريدك ان تصنف لي هذه المسرحيات كيف بعبارات قصيره، كيف شكلت ايضا جزء من هاي الصوره اللي طلعت لنا اخيرا. رحله طويله قضيتها مع مسرحيات، نقول ريا وسكينه. ازاي امثل مع اساتذه كبار وما اخافش؟ على الرصيف. مرحله ان امثل وانا سايب ايدي بقى، يعني بالمعنى اللي هو خلاص يعني، لا يعني مش متمكن قوي، انما يعني خلاص خدت على الصعايده وصلوا. اول مسؤوليه اتحمل فيها بطوله مطلقه زي ما بيقولوا، ونجحت نجاح كبير، فادتني ثقه. تكسب يا خيشة؟ كانت مسرحية سياسية ونجحت نجاح يعني المنتجين يتحدثوا عنه حتى الآن. دستور يا سيادنا أهم عمل في حياتي الفنية من وجهة نظري بالنسبة للمسرح. ليه؟ بتقول إنه هو أهم، يعني يشكل مرحلة
مهمة جدا في حياتك. أولا دي مسرحية سياسية أو أجرأ مسرحية سياسية من وجهة نظري قدمت في تاريخ الوطن العربي كله. المسرحية دي أنا كنت بتكلم فيها عن ولد بيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية قصد السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالاسم. وأياميها ما كانش فيه الترشيح، كان بالاستفتاء. فإذا أنا باني على وهم أو على حاجة متخيل إنها هتحصل. فبعد 12 سنة فعلا اتغيرت المادة 77 و76 وأصبح بالترشيح اللي كنت بنادي بيه في دستور يا سيادة. وكانت جريئة جدا هذه المسرحية، وأثارت ضجة كبيرة جدا، وسمحت بها الرقابة في مصر فكانت شيء ممتع بالنسبة لي. مرسي عايز كرسي. مرسي دخلنا بقى في مسألة الانتخابات واللعب اللي بيحصل في الانتخابات، فأيضا مسرحية سياسية. أنا بعتذر، أنا ذكرت يعني يمكن 6 مسرحيات مش كل المسرحيات. نعم تفضل، ممكن تشرب ماي. ذكرت لك يمكن 6 مسرحيات، ما ذكرت الباقي، يمكن لأنه مش عالق بذاكرتي يعني اسم آخر، يمكن جوز ولوز. هتستغربي إن ليش؟ أكثرهم استمرارية كان جوز ولوز، 4 سنوات عرض ونجاح كان ظاهرة. نعم. مسرحية خفيفة ولذيذة، ما فيهاش سياسة ولا أبعاد مش عارف، مسرحية كوميدية لايت. ونجحت نجاح ما يتقالش إلا إنه رباني، ملوش دخل بينا إحنا بنعمل إيه. نجم شباك مسرحي من طراز أول، لكن مش نجم السينما، ليش؟ شفت الكحة جات لي ازاي مع الكلمة؟ لما بدأت السينما كان هناك 5 نجوم فقط هم أبطال السينما في مصر اللي متربعين على، لأن كان عندنا حاجة اسمها الموزع الخارجي. الموزع الخارجي هو اللي بيحدد مين البطل من خلال التسويق والتوزيع. فهم الخمسة دول اللي قاموا اللي تتفصل عليهم الأدوار والنصوص والأشياء. ما عدا الخمسة دول بقى في أفلام بيعملها الناس اللي بتحاول، اللي زي حالاتي خلاص يحاول، فسموها أفلام المقاولات. وهذه اللي صارت هي في حقبة معينة بالضبط، وسموها أفلام مقاولات على أساس أنها قليلة التكلفة وبتخلص في أسبوعين ولا حاجة. بس في حتى في أفلام المقاولات دي أنا عملت فيهم فيلم بعتز بيه جدا.